السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لقاء يتجدد. حقل الدرة، هل سيكون شرارة الحرب في المنطقة، منطقة الخليج العربي، والنظام المالي يبحث عن التهدئة، أم أن دول الخليج هي التي تبحث عن التهدئة طبقا لكبار الصحفيين الاستراتيجيين الإيرانيين؟ الصحف الإيرانية ممكن تقرأ منها النوايا الإيرانية الحقيقية. أيضا، إيه السبب الخفي أن إيران والنظام المالي والحرس الثوري لم يتحرك بأي اتخاذ للإجراءات، حتى بتصريحات عنيفة طبقا للأيديولوجية بتاعتهم؟ هم دايما يبحثوا عن التصعيد بالتصريحات العنترية. النظام المالي لم يتحرك تجاه التصريحات من وزير النفط الكويتي سعد البراك، اللي هو صرح وقال إن احنا هنبدأ في التنقيب والإنتاج في حقل الدرة الكويتي السعودي المشترك، وأن لا ترسيم عن الحدود ولا البحث عنها، لن ننتظر. يعني كان قرار خطير جدا من الحكومة الكويتية، واللي صرح بيها نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير النفط. لكن الحقيقة، عايزين نقرأ إيران، هل هي تبحث عن خداع النفس، أم أن هناك ممكن يكون في سبب خفي يذهب إلى أن حقل الدرة قد يكون سبب يكون حرب أو شرارة حرب يكون سبب حقل الدرة؟ أهلا بك عزيزي المشاهد، إزعاجك محتوى عزيزي المشاهد، شير في الجروبات، انتسب للقناة، بصمتك الجميلة وتعليقك المميز اللي أنا بنتظره دايما، والاشتراك في القناة طبعا. الحقيقة أنه إيران، نفهم من تصريحات الصحف بتاعتها قراءة للنوايا الإيرانية. الخبراء الاستراتيجيين او كبار الصحفيين هم دايما بيكونوا مقربين من متخذ القرار داخل النظام المالي او من القياده السياسيه هناك، لكن مش دايما بتكون نوايا ايران نوايا حميده. يعني ايه؟ يعني ايران تبحث عن خداع النفس في حقل الدره، والنظام المالي هو يبحث عن الهوى. يعني هو هوائي دلوقتي، يعني نستشعر أن النظام لم يذهب إلى التصعيد، لكن اللي بيذهب للتصعيد بصورة غريبة جدا أمريكا. تابعين الآخر دقيقة، لأن في كلام مهم جدا. تحليلات الصحف الإيرانية كلها بتتحدث عن خداع النفس. يعني إيه خداع النفس؟ هتجد أنه الكاتب الإيراني علي أصغر زرع ده بيتكلم عن أن الدول الخليجية تبحث عن القوة، يعني تبحث مع القوة الغربية هذه الأيام في خفض التوتر. الكلام ده بيقصد منه إيه؟ بيقولك إنه الكويت والسعودية والإمارات على رأس الدول الخليجية اللي بتبحث عن خفض التوتر وإنهاء التصعيد مع إيران مع الدول الغربية. طب الكلام ده إزاي؟ قالك إنه التهدئة المسار الصحيح اللي اتخذته الكويت والسعودية والإمارات العربية للتهدئة مع إيران، مع طهران بالذات. يرى الكاتب الإيراني ذلك، وهو من كبار الكتاب الإيرانيين ومن المقربين من متخذ القرار داخل النظام المالي. لكن إيران في حقيقة الأمر هي دي النوايا الحقيقية؟ يعني هل فعلا أن السعودية والإمارات والكويت ذهب إلى الدول الغربية وإن هم بحثا عن التهدئة ومفيش تصعيد؟ طبعا لا، لأن لا السعودية ولا الكويت ولا الإمارات قرارهم في الغرب، ده قرارهم في مجالسهم في متخذ القرار بالداخل، وإن قراراتهم كلها أغضبت الغرب في العامين الأخيرين بالتحديد. يعني حتى الكويت لم تخرج عن إطار التعاون المشترك والقرار المشترك مع السعودية، لأن تعلم جيدا الكويت أن القرار الصائب بالقرارات المشتركة مع المملكة العربية السعودية الكبيرة، البيت الكبير في الخليج. لكن ليه النظام الإيراني أو الكاتب الإيراني عبر عن الأمر ده؟ هو بيعبر عن الأيديولوجية الإيرانية، إن هو يذهب بالشعب الإيراني إلى الخيال اللي هم مرتكزين عليه، إن القرار في دول الخليج العربي مش في العواصم العربية، يعني مش في الرياض، مش في دبي، أو مش في الكويت نفسها، القرار في الغرب. فإن هم استشاروا الغرب طبقا ليه طبعا، يعني خيالهم الواسع ان كل الدول الخليجية ذهبت الى الدول الغربية وان هم بيبحثوا عن التهدئة. طب هل الغرب يبحث عن التهدئة؟ طبعا لا. يعني عشان نفهم الكذب والهوى الايراني المخادع، هم بيخدعوا انفسهم، مش بيخدعوا احنا. يعني
عمر ما الغرب يبحث عن التهدئة في منطقة الخليج، استحالة طبعا. بريطانيا تبحث عن التهدئة طبعا لا، فرنسا تبحث عن التهدئة طبعا لا، أمريكا تبحث عن التهدئة طبعا لا، مفيش دولة أوروبية غربية تبحث عن التهدئة، وإلا إزاي نفوذهم هيزيد في المنطقة؟ من ناحية تانية مبيعات الأسلحة هتزيد إزاي لو المنطقة هديت؟ فطبعا أمر ده يعني يضحكوا ويسرحوا بيه على الناس اللي شغالة معاهم. إيران في حقيقة الأمر تبحث عن التهدئة وليس الدول الخليج، دي الحقيقة إن إيران تبحث عن التهدئة. أول شيء إن بعد تصريحات وزير النفط الكويتي بأنه الكويت والسعودية سيذهب إلى الإنتاج والتنقيب دون الانتظار لترسيم الحدود البحرية، لأن هم أرسلوا، مش هم، الكويت أرسلت لإيران وإيران قالت لا أنا عايزة إقرار إن أنا شريكة في الأمر ده، فطبعا ما ردوش عليها. لكن الغريبة في الأمر إن بعد التصريحات أنا كنت منتظر إن يكون في تصريحات عنترية تعبر عن الغضب الإيراني من القرار الكويتي، ولكن الغريبة إن لا حد من الحرس الثوري رد، ولا حد من القرار السياسي إبراهيم رئيسهم، ولا من الخارجية، ولا حتى ناصر كنعاني متحدث باسم الخارجية الإيرانية، مفيش حد رد خالص. الغريبة جدا إن إيران الحقيقة الأمر ألصقت التهمة بأن الدول الخليج تبحث عن التهدئة، وأن إيران الحقيقة الأمر هي التي تبحث عن التهدئة. طب ليه إيران بتبحث عن التهدئة؟ هقول لك عزيزي المشاهد لأسباب كتيرة. حقيقة الأمر إن إيران تبحث عن التهدئة للفوز بالاتفاق النووي. تذهب إيران سريعا للقاءات السرية وبعض التصريحات العلنية عن اللقاءات السرية التي تمت في مسقط تارة في شهر مايو الماضي وتارة أخرى في شهر يونيو الماضي، باللقاءات السرية في الدوحة وفي مسقط، لقاءات سواء عبر الوسيط العماني سواء عبر الوساطة القطرية، ولكن كانت لقاءات مباشرة بدون وساطة. الكلام دوت إيران بتبحث عن المضي سريعا في الاتفاق النووي، مش لان هي عايزه تسرع من الاتفاق، يعني تسرع من ان هي التخصيب، لا الامر مش كده خالص. الامر ان ايران تبحث عن الفوز لما تمضي الاتفاق، تبحث عن الفوز بالغنائم الاموال المجمده، تدر على ايران اموال مجمده، يعني ستفرج امريكا عن اموال مجمده تزيد عن 100 مليار دولار. طبعا دي تنعش النظام المالي، طبعا هو هيسرق تلتينهم او ممكن يسرق 99 مليار ويدخل الخزانه، لكن في يعني في الاخير هيكون في تهدئه لداخل النظام، لداخل يعني ايران نفسها، المكون الداخلي، الازمه الداخليه، الشعب الايراني اللي بيئن من مشاكل داخليه النظام فشل تماما في ان هو يواجهها، فقر ومشاكل اقتصاديه ومشاكل كبيره جدا. دوله غنيه بالنفط الاحوازي، دولة غنية بالنفط العربي الأحوازي، احنا بنأكد على النقطة دي. النظام الملالي يبحث عن الفوز باتفاقيات التبادل السجناء. على فكرة مشكلة السجين الرابع دي كانت مشكلة إيرانية مش مشكلة أمريكية، يعني كان معلن قبل كده انه في سجين رابع، كان الاتفاع على 3 سجناء وأمريكا قالت ان في سجين رابع، لكن لما تم الكشف عنه في خلال الساعات الماضية ان إيران بعد ما أمضت الاتفاق أمريكا قالت فيه عربون 10 مليار دولار لكن أفرجت عن 3، فإيران حبت تعاقب أمريكا فألقت القبض على سائح أمريكي، ده جديد. فطبعا هنا أمريكا وقفت الأموال، وهنا في مشكلة في البنوك العراقية في موضوع الدولار، والموضوع ده بيخنق مين؟ بيخنق إيران. فإيران تصدر مين؟ تصدر الطيارات التابعة لإيران داخل العراق لكي تخلق أزمة مع السفارة الأمريكية أو مع الخزانة الأمريكية. هنا إيران تبحث عن التهدئة للفوز بالاتفاق النووي، للفوز بالغنائم من الاتفاقيات، سواء بقى بالإفراج عن السجناء، بالتمهيد للاتفاق النووي، كل ده هيفرج عن الأموال المجمدة الإيرانية اللي أمريكا هتعطيها. أيضا اليوم صرحت تصريحات من الخارجية الإيرانية بالغضب من كوريا الجنوبية لأنها لم تفرج عن الأموال اللي أمريكا أذنت بيها. دي إشارة أمريكية لكوريا الجنوبية بعدم الإفراج عن الأموال. ليه؟ عشان قبضوا على واحد رابع أو واحد مختلف تماما أمريكي، وأن إيران قبضت عليه. طبعا أمريكا إيران قبضت عليه ليه؟ عشان تساوم عليه بمبلغ تاني
يعني بقى يساوي قد ايه؟ يساوي 20 10 5 مليار زي ما يساوي. فده اسلوب ايران البلطجه، واحد هما بيستخدموا السياسه دي ما بينهم من بعض. طب ايه السبب الثاني اللي يخلي ايران تبحث عن التهدئه رغم ان حقل الدر ممكن قد يكون شراره الحرب في المنطقه العربيه؟ الامر ايه السبب؟ ان منظمه ملال يبحث عن التهدئه للسبب الثاني للازمه الداخليه الخارجيه. ايه الازمه الداخليه الخارجيه؟ الازمه الداخليه الخارجيه هو خوف كبير من النظام الملالي من اثاره مشاكل تضع النظام امام مشاكل اخرى قد تؤدي الى رحيله رغم حاجه امريكا ملحه ليه. ايه المشكله دي؟ المشكله اللي بتقابل امريكا، اللي بتقابل ايران عفوا بالداخل، ذكرى مهيسة اميني. مهيسة اميني الطالبه اللي البسيج يعني ضربها ضرب افضى الى الموت، وكانت الشراره للاحتجاجات والثوره الايرانيه اللي كانت في السابع عشر من سبتمبر العام الماضي. تحل الذكرى بعد شهر ونصف تقريبا. فايران تريد التهدئه في الشارع الايراني ومش عايزه اي مشاكل، فبالتالي عايزه تحقق للشعب اي شيء تفوز بيه، اتفاق نووي، الافراج عن الاسرى، اموال، حتى تكون الصحف ومحطات التلفزيون مليئه بالسعاده والزغاريد، وان هي ايران من جوه تعمل افراح وتعلق الزينه وتعلق الكهارب، وان هي تعمل افراح وليالي ملاح انه في اموال دخلت وان هي انتصرت. هتعلم بقى ايران بقى هنا بقى تعلم انتصرنا على الامبرياليه، انتصرنا على الشيطان الاكبر، واجبرنا الشيطان الاكبر ان هو يفرج عن اموالنا، وان احنا عملنا مع الشيطان الاكبر. ويعني ايه كل الكلام كله هيبقى للضحك على الشعب الايراني من الداخل، وانهم انتصروا على الغرب، والافراج عن العقوبات والاموال المجمده. فالنظام الايراني يذهب الى التهدئه في الداخل. طب من ناحيه ثانيه يعني بايدن يبحث عن التهدئه برضه، انت لازم برضه تبص من ناحيه ثانيه. يعني امريكا ايضا تريد الفوز بالاتفاق النووي، وايضا بامور كتيره جدا. ليه؟ هنا في مصالح مشتركه تلتقي او يلتقي كل من تحالف الشر. من تحالف الشر؟ النظام الملالي والنظام الامريكي. النظام الملالي يبحث عن التهدئه عشان خاطر ما يحصلش مشاكل داخليه، لا ثوره جديده ولا اي شيء. النظام الامريكي يبحث عن الفوز بالاتفاق النووي، يعطي زخم كبير جدا ليكون سبب قوي للتمهيد للطريق لمرحله جديده لتمديد الديمقراطيين في انتخابات 2024، حتى يبقى بايدن المخرف ويزيد تخريف ويزيد نوم ويزيد يعني نوم في امام شاشه التلفزيون فتره رئاسيه جديده، يبقى بايدن يعني يزيد ان هو يعني يقع على السلم، يعني ان هو يسقط من على درج السلم، يعني يحصل له مشاهد اللي احنا بنشوفها دايما بس هتزيد اكتر. في نفس الوقت ان اوباما يعني يستمر وينتصر، فدي من ضمن المكاسب الامريكيه عايزه تحققها بصوره كبيره جدا. هنلاحظ في الفتره القادمه ما تبقي من 2023 امور كتيره جدا هتحركها امريكا مع اذرعها في المنطقه للفوز الديمقراطيين باي وسيله ما، لان ترامب حالف ان هو يكسب الانتخابات ويفضح الجمهوريين، يفضح اللي هم الديمقراطيين. فالسباق ده كل واحد فيه هيعمل اللي هو كل الاسباب اللي تؤدي لنجاحه. الديمقراطيين، امريكا، بايدن، اوباما، هيحاولوا ان هم يتمموا باي صوره ما الاتفاق النووي مع ايران. وده طبعا هيعطي يعني كل من تحالف الشر هيفوزوا بالامر يعني بالامرين دول. السبب الثاني انه لو تم الاتفاق النووي هو تمديد لبقاء النظام الملالي. طب امريكا هتستفاد من بقاء النظام الملالي؟ طبعا امريكا هتستفاد من بقاء النظام الملالي. ليه؟ لانه امريكا يزيدها الغضب من السعودية والإمارات لإجراءاتهم العكسية من يعني زيادة الارتكاز على الصين كتحالف استراتيجي ودخولها للشرق الأوسط. أغضب أمريكا. أمريكا سياسيا، اقتصاديا، عسكريا خدت ضربات كبيرة جدا عنيفة. فأمريكا ترى أنه دول الخليج حصل فيه استقرار، تصفير للمشاكل، الامر ده يزعج امريكا بصوره كبيره جدا. لكن لو بقي النظام الملالي وخاصه
بموافقة من الديمقراطيين أوباما بالتحديد، اللي هو مرر اتفاق 2015 واللي هو بيساعد على تمرير الاتفاق النووي المرة دي، هيعطي صلاحية لإيران أكتر في إن هي تبقى، وبقاء النظام الملالي مصلحة للديمقراطيين والأوباما. ليه؟ لأنه بقاء النظام الملالي وبقاء الديمقراطيين هو يعني تماما بقاء الشر، ولكن ده ضد مصلحة السعودية، ضد مصلحة الإمارات، ضد مصلحة مصر. لكن في نفس الوقت في ملحوظة مهمة جدا، مع زيادة التوتر بين الكويت والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى، وصلت حشود عسكرية أمريكية كأداة للشر لمنطقة الخليج العربي. هنا بنذهب للجملة اللي أنا قلتها، هل حقل الضرة سيكون سبب تستغله أمريكا شرارة للحرب في المنطقة؟ ورغم أن الملالي يبحث عن التهدئة، لكن التهدئة شيء وبقاء النظام الملالي شيء تاني. يعني بعد التهدئة هنا في أمريكا بتبحث عن شيء ما في الحشود. هل احنا قلنا أن الحشود دي الغرض منها مواجهة هناك ما بينها وبين روسيا، وما بينها وبين أزرع الملالي في منطقة البوكمال ودير الزور والمناطق دي والارتكاز هناك عليه؟ وفي نفس الوقت أمريكا حشدت قوات بحرية في خلال الساعات الماضية أمام السواحل السورية ونقل طائرات الإف 16 و 35، ولكن وصل في قاعدة في الإمارات 12 طائرة إف 35 وصلت زيادة. طيب أيضا المدمرات الأمريكية وحملات الطائرات اللي وصلت وزيادة الزخم، الأمر ده يعني شيء ما؟ طب ما أمريكا عندها حامل الطائرات بتحمل أكتر من، يعني تحمل أكتر من 80 و100 طيارة وفيها الطائرات المطورة. طب أمريكا بتعمل إيه؟ عايزة إيه؟ الحشود دي ماذا تعني الحشود دي عند أمريكا؟ وصلت حشود عسكرية كبيرة جدا لمنطقة الخليج العربي. السؤال، هل هذا يعني أن حقل الضرة ربما سيكون شرارة؟ أنا السؤال ده بطرحه وهستمع لكل الإجابات. هيكون شرارة للحرب ضد إيران؟ ضد إيران يعني حقل الضرة ده أمريكا هتستغله يكون شرارة للحرب ضد إيران، وتستغله أمريكا لإشعال المنطقة؟ هنا مش بنقول إن أمريكا هتضرب إيران لا سمح الله عشان عايزة تضرب إيران لأنها بتكره إيران، لا 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 لا، حاشا لله، كلنا مقرين إن أمريكا تستفيد كل الاستفادة 100% مش 1000% من النظام الملالي. فمهما فعلت إيران أمريكا عمرها ما تضربها. لكن إذا تجرأت أمريكا وكسرت قواعد اللعبة وضربت إيران، هل هتضرب إيران لإشعال المنطقة ولا الأهداف تانية هتدر من وراها خير كتير لأمريكا وشر كتير جدا للمنطقة لا سمح الله؟ يعني مثلا ممكن نذهب من السؤال ده لإن أمريكا ماذا تستفاد؟ يعني لو ضربت أمريكا إيران طبعا ضربة سورية، يعني إيه ضربة سورية؟ مش ضربة حقيقية لضرب مثلا 12 مكان مثلا للمفاعلات النووية، لا طبعا مش هتعمل كده يا أمريكا. طب هتضرب مثلا مقرات الصواريخ، مقرات مثلا صناعة المسيرات اللي تحت الأرض؟ أمريكا ممكن تضرب إيران مثلا لا قدر الله لإشعال المنطقة، ده شيء مؤكد. طب هتكسب من وراء تاني؟ ممكن واحد تاني يجي يقولك ما ممكن أمريكا تضرب إيران لكسر ظهر روسيا والصين بضرب إيران، اللي احنا كلنا مقرين ومتأكدين ان امريكا عمرها ما تضرب ايران ولا هتضربها. لكن الحشود العسكرية الامريكية دي معناها ايه؟ يعني امريكا بتحشد ليه مثلا؟ هتضرب مسقط ولا هتضرب الدوحة؟ استحالة يعني. لكن التحشيد ده ليه في وقت ازمات زي حقل الضرة مثلا، في وقت أزمات اللي أمريكا بتتحجج بيها؟ طبعا أمريكا ما جابتش سيرة حقل الضر، لكن أمريكا بتتحجج بزعزعة استقرار منطقة الخليج العربي وخليج هرمز من الأمن الملاحي والبحري اللي إيران بتتسبب فيه. طب ما أنت ممكن اللانشات والحاجات دي كلها تقصفها بطائرات الهليكوبتر والأباتشي والحاجات دي كلها، يعني عندك من القوة اللي أنت تقدر اللي بيزعزع المنطقة أنت تضربه. لو كان اللي عمل الكلام ده اي دولة خليجية كنت انت قصفتها بدون ما تفكر، لكن ايران انت يعني استمرار تزرعها بمشاكل هو استمرار لنهج تحججك بيه، يعني
عدم الاستقرار في منطقة الخليج، فده لمصلحة أمريكا. لكن أمريكا عايزة حاجة أكبر من كده، أمريكا عايزة حاجة أكبر من كده، أمريكا عايزة تثبت للصين إن أنا موجودة في منطقة الخليج. وحتى أنت لو عملت قاعدة عسكرية وزودتها وكبرتها في الإمارات العربية المتحدة، أنا برضو باقي وأحضرت من القوات العدد الكبير. أمريكا ليس غرضها ضرب إيران، ولن يكون في حساباتها ضرب إيران لكسرها أو تغيير النظام الإيراني. الكلام ده مش مستبعد، مش موجود في الأجندة الأمريكية. يعني أمريكا عمرها ما هتضرب إيران لكسر إيران أو لتغيير النظام الملالي اللي بتستفاد منه. طول ما النظام الملالي موجود، طول ما أمريكا بتستفاد من عربدة النظام الملالي، ده العقد المثبت ما بينهم هما الاثنين. طول ما النظام الملالي بيعربد في المنطقة، على فكرة عايز أقول لكم إن أحد المتابعين أعتقد هو من الحرس الثوري، أعتقد يعني كان بيعلق تعليقات وبتتمسح، لكن أنا بشوفها، لكن المشاهدين ما بيشوفهاش. أنا عندي يعني برنامج تاني، لو حتى أنت عملت تعليق واليوتيوب مسحه أو نزل التعليق مسحه، أنا برضو بشوف، لكن المشاهد ما بيشوفهاش. كان بيتكلم ببجاحة زيادة قوي، بيقول لك إحنا بنعربد في المنطقة وعندنا من الخلايا الكده. أنا يعني قرأت من كلامه إن هو مش من التعليقات الغبية، يعني هو من التعليقات البجحة. بيقول إنه إحنا كإيران بنعربد في المنطقة ومنتشرين في المنطقة، ولن نكتفي بالبقاء في الأربع أو خمس دول عربية، وإن إحنا عندنا خلايا في دول عربية أخرى وجاهزة رهن الإشارة، ولكن نظرا للترتيبات الموجودة في المنطقة فإحنا منتظرين القرار السياسي. يعني إيه؟ يعني عندهم من الخلايا النايمة في دول عربية. قال لك ما ذكرش الدول العربية دي فين؟ يعني قال الدول العربية هي عامة. طب هو بيتكلم فين؟ بيتكلم، ممكن يكون بيتكلم في الأردن، ممكن يكون بيتكلم في الكويت، ممكن يكون بيتكلم في البحرين. عايز أقول لكم إنه الاحتفالات اللي كانت يعني بذكرى الحسين يعني قبل يوم واحد اللي كانت موجودة في البحرين كان فيها بجاحة زيادة عن اللزوم قوي. في البحرين بالذات كان فيها بجاحة زيادة عن اللزوم دون عن الأعوام الماضية. ده الكلام ده أنا شفته من قرأته من تصريحاته من كلام. فأمريكا مش هتضرب إيران لكسر أو تغيير النظام، لأن بقائهم هو بقاء لعربدة إيران وأيضا لاكتساب أمريكا شر الزيادة، يعني يزيد مصالح أمريكا في المنطقة، ولكن لإشعال المنطقة وكسر ظهر الصين وروسيا أعداء أمريكا. وأيضا إيران ممكن جدا إذا حصل ضربة مش هتكسر إيران، ولكن تستغل لضرب حلفاء أمريكا في المنطقة كطبع إيراني. نركز هنا كطبع إيراني. يعني إيه طبع إيراني؟ يعني أمريكا لما كانت بتضرب أي شيء لمصالح إيران، يعني مثلا لما ضربت قاسم سليماني، لما هلك قاسم سليماني والمهندس هم خارجين من مطار بغداد، إيران ردت على أهم حد عند، يعني ده كان عندها أهم من الخميني نفسه. ردت عليه إزاي؟ ضربت القواعد الأمريكية بصواريخ في شنك في العراق، في شمال العراق. ده اللي عملته إيران. لكن إن هي ضربت يعني ضربت القواعد الأمريكية خارج العراق، لا. يعني هي قامت بتصرف جريء لضرب القواعد الأمريكية مثلا، أو الأسطول الأمريكي، أو مقر القاعدة الأمريكية مثلا في البحرين مثلا الأسطول الخامس، أو ضربت مثلا مدمرة أمريكية أو قاعدة، لم تجرؤ. يعني كان سهل جدا في الخليج إن هي تستهدف أي قطع بحرية أو أسطول أمريكي موجود في الخليج العربي، عندها عشرات القطع البحرية الأمريكية، كانت ممكن جدا إن هي تستهدفها، لكن لم تجرؤ إيران. لكن ضربت القواعد الأمريكية فين؟ في العراق، لأن العراق بالنسبة لها دولة محتلفة. وفي الآخر إنه الأهداف كلها لم تؤثر بشيء. يعني هل مات عشرات أو مئات الجنود مثلا أمريكيين؟ ما حصلش. إصابات بسيطة جدا، لأن الإصابات ما كانتش دقيقة. الصواريخ الإيرانية إحنا عارفينها كويس جدا، ده مش صواريخ غير دقيقة. يعني نسبة الخطأ في الهدف
مش مئات الامتار، يعني عشرات الكيلومترات، يعني عشرات الكيلومترات. فبالتالي انه مش حقل الدرة بس ان هو قد يكون شرارة للحرب في المنطقة، ولكن تحشيد امريكا غريب جدا، لغز غريب هتحله الايام القادمة. مهما كان علاقة امريكا بايران علاقة استخدام الشر للشر، استخدام متبادل، ولكن دايما ما ناخدش الاخبار على محمل اللي بيتم تصديره لينا. تحليلات الصحف الإيرانية دي كانت واضحة جدا بانه الدول الخليجية بيصدروا للمواطن الإيراني، الدول الخليجية تبحث عن التهدئة أو خفض التوتر مع القوى الغربية، طبعا خداع الداخل، والحقيقة أن إيران تبحث عن التهدئة لتمرير الاتفاقيات. وفي نفس الوقت المرور من الشهر، شهر سبتمبر هو شهر حاسم عند النظام الملالي، شهر سبتمبر اللي هو البعد القادم هو شهر حاسم عند النظام الملالي، ولكن في خلال الوقت القصير ده هنشوف امريكا تتصرف ازاي في المنطقه بالحشود بتاعتها. الغرض والخبث الامريكي هيظهر في تصرفات امريكا، المستفاد بصوره مباشره هيظهر من التصرفات الامريكيه الايرانيه المشتركه. حافظ الله الجميع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.